أعلنت يومه الثلاثاء وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس أصدر أمره بأنه سوف لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد الملك، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة. وفيما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قالت فيه: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس أصدر أمره المنيف بأنه سوف لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة. حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره وأبقاه ذخرا وبلدا لشعبه الوفي، وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب سمو الملكي الأمام مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.